هنعمل مع بعض البسكوت بالكراميل والشوكولاته. عندنا بسكوت مطحون، عندنا سكر بني، عندنا بقى الشوكليت شيبس، عندنا الابيض والايه والبني، وعندنا الكراميل برضو على شكل شوكليت شيبس، كراميل بقى تشيبس، وعندنا هنا الشوكولاته المتسيحه، عندنا هنا الكريمه والسكر البودره والسمنه، بصوا الزبده يعني السايحه. تمام، اول حاجه هعملها ان انا عايزه ايه ادخل البسكوت الفرن شويه، فهخلطه، هحطه الاول هنا اهو كده، وهحط معاه شويه من السكر البودره كده. واحنا ممكن نعمله بقى في قالب كبير ويتعمل بطريقه القالب، وممكن نعمله ثانيه كده اهو، نعمله بطريقه القالب، وممكن نعمله بطريقه ان انا ايه اهو اعمله في كاسات او كوبايات. الطريقتين هيبقوا لذاذ جدا وطعمه حلو قوي قوي قوي. يلا تعالوا بقى ادخله الفرن وايه وياخد تحميصه كده حلو. يلا واحنا بقى نعمل ايه الكراميل مع بعض اهو اهو كده، نحط بقى السكر يلا بينا. اول لما يسيح معانا هنقوم ايه حاطين شويه الزبده، وبعدين نحط بقى عليهم الايه الكريمه، فيعمل طريقه حلوه. في ناس بتعمل الكراميل بس بالسكر، بس جربوا بقى الطريقه دي هتعجبكم جدا اهو كده. وممكن نعمله بدل السكر البني ممكن السكر الابيض العادي. تعالوا بقى برضو نكمل ان احنا ايه تنزيل الشتوي ونطلع الصيفي معانا، ونقول عندنا لما بنيجي نعمل الدواليب برضو عندنا الجزم والشنط، ممكن بقى في الدولاب بتاع التعليقات اللي احنا بنعلق فيه ممكن نجيب وحدة بلاستيكية، الوحدة دي ممكن تكون متقسمة، واحنا نقسمها بقى نحط الشنط مثلا في أول درجين وتاني درجين نحط فيهم الجزم بتاعتنا، أو إن احنا ممكن نعمل أرفف ونعملها ونحط الحاجة برضو بتاعتنا فيها. بس طبعا كل ما تبقى مقفولة كل ما بتكون أحسن شوية، إن أنا أحافظ شوية على الروايح كمان. والجزم زي ما اتفقنا احنا عايزين نبقى ايه ممكن نحط بشر الصابون في الجوانب يعني بتاعه الدرف، او اللافندر، من اللافندر من الحاجات الحلوه جدا اهو. بصوا بقى كده بدا يسيح اهو، بتدي ريحه حلوه جدا. وفي اللي هو الورد اللي بيكون مجفف برده بيدي ريحه حلوه بس بيروح مع الوقت، فايه فعايزين ممكن البخور، عيدان البخور برده بتبقى ليها ريحه حلوه اهو. بدا كده بصوا ايه يسيح معانا شويه، هنخليه يسيح خالص وايه ونكمل بقى معاه اهو كده بقى. الزبده نقلب كويس وننزل الكريمة، نقلب بقى كويس جدا وكده هيبدأ بقى يسيح مع بعض. أهم حاجة التقليب وكده. دلوقتي ريحته عاملة زي ايه الكاندي اللي احنا بناكله الكراميل. أول لما يسخن شوية ويسيح معانا تعالوا بقى ايه نطلع البسكوت لما يسيح بس هنا شويه، ان احنا نطلع البسكوت. يلا تعالوا بقى كده الكراميل اهو اتعمل معانا، معانا الحشوات كلها والايه البسكوت اللي احنا حمصناه. هوريكم طبعا انا مسقعه بقى من شويه، يعني قبل ما نعمل الحلقه مسقعين شويه، هنحط بقى تحت البسكوت اهو كده. كده احنا عندنا بسكوت مطحون في الكبه وايه ومعاه
سكر بودرة كده، وبعدين هنحط بقى الكراميل. طبقة من الكراميل بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه اهو، وبعدين المفروض ايه ندخله التلاجة يسقع يجمد شوية، وبعدين ايه نحط عليه بقى الطبقة بتاعة الشوكولاتة. فتعالوا نجيب اللي احنا هنحط عليها الشوكولاتة جاهزة اهو، بصوا كده ده ايه كده سقع معانا اهو، علشان اقدر احط عليه الشوكولاتة ودي ندخلها التلاجة اللي هنا عشان ايه ندخلها التلاجة. نجيب بقى معلقة عشان نحط الشوكولاتة اهو، وهنا بقى الشوكولاتة اهي كده ايه بالراحة، نحط الشوكولاتة بس كده. تعالوا بقى ايه نحط هنا برضو الشوكولاتة عليها، دي لذيذة وسهلة جدا 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 اهو. هنسيح شوكولاتة ونحط ايه ونعمل كراميل سهل جدا في العمايل والبسكوت، وبعد كده بقى نحط عليها ايه شوية كده من الشوكليت شيبس، وبعدين شوية كده من الوايت شوكليت كده، وبعدين نحط من الكراميل وإيه ويتقدم. نحط بقى هنا كده إيه الكراميل اهو، وبعد كده نحط الوايت، وبعد كده نحط شوكليت شيبس.